القصر الملكي البريطاني أمام أكبر امتحان من وقت وفاة الأميرة ديانا. فيوم أمس تصدر اسم كيت ميدلتون الترند بعد الأخبار اللي قالت أنه تم إبلاغ شبكة بي بي سي التأهب لإعلان مهم جداً من العائلة المالكة، ومباشرة بدأت التحليلات شو ممكن يكون الإعلان. فالبعض توقع أنه الخبر له علاقة بالحالة الصحية للملك تشارلز وإمكانية تنحيه عن العرش بعد إصابته بمرض السرطان، لكن الأغلب كان متوقع إعلان حول وضع الأميرة كيت ميدلتون اللي خضعت في يناير الماضي لعملية جراحية في البطن حسب ما أعلن القصر، ومن بعدها اختفت عن الأنظار مما زاد الشك غموض حول وضعها. وصحيح بيفصلنا عن هاليوم حوالي شهر، إلا أنه عدم الكشف عن أي تفصيل حول عملياتها وظهورها بالسيارة مع والدتها بملامح متعبة خلى القلق يزيد عليها. الشيء اللي خلى قصر كينغستون يحاول يطمن العالم حول حالتها من خلال نشر صورة إلها ولأطفالها الثلاثة جورج وشارلوت ولويز، واللي أحدثت جدل كبير. ويبدو أن القصر بعد هالحادثة فقد مصداقيته عند الناس. لكن الضرر صار أوريدي، والمهتمين بأخبار العائلة المالكة مستمرين بإثارة التساؤلات حول السرية المستمرة حول صحة كيت. وبحسب الصحف البريطانية شهدت في الويكند للمرة الأولى أميرة ويلز من بعد عمليتها برفقة زوجها الأمير ويليام في متجر مزرعة وينسر.